يلا يا جبار تفتح لي الباب. جبرتي تعالى خدني، رجلي مش قادرة. ألف سلامة. تعالي على بالك. وسع للعروسة. خش خش خش. الليلة دي هتبقى قشطة قوي عن إذنك. على فين؟ هجيب حاجة في في حاجة سرقة كده. لا مش هينفع، تعالى هنا. النسوان اللي بره دول ما هيصدقوا إنك تخرج، ولسانهم هيبري من كتر اللت والعجل. عندك حق. أنت مش هتخرج من هنا غير بكرة الصبح. خلاص هتصل ببذرة ويخليه يجيب لي الحاجة اللي أنا عايزها. يعني هو بذرة لما يجي الأفاعي اللي بره دول هيسيبوه يدخل كده عادي؟ هيمسكوه ويقرروه ويعرفوا هو جاي ليه ومعاه ايه؟ يا ليلى أنا مش عايز الليلة دي تعدي كده. طب ومين قال بس إنها تعدي كده؟ عارف يا جبرتي أنا كان على بالي كده إننا كان لازم نقعد شوية نتعرف على بعض نفهم بعض. مش بيقولوا يا أخويا إن الخطوبة بتعمل ذكريات حلوة؟ هو احنا هنتخطب تاني؟ يعني يعني كلمني عن نفسك يا اخويا، قولي بتحب ايه، نفسك في ايه، بتفكر في ايه. طب ليه بقى لولا اللي دونا عن النسوان كلها اللي جبتها بيتك واتجوزتها وهتعمل لها اللي هي عايزاه؟ رب يكون حق. قول. دخلت في راسي من ساعه ما شفتك، مش عايزه تطلعي من راسي، زي ما يكون عدم المؤاخذه عامله لي عمل. طب ما هو ده اللي حصل. انت عامله لي عمل؟ وهو انت كنت فاكر ان انا هسيبك كده تفلت من ايدي؟ ده انت سيد المعلمين، ده انت جبريل على سن ورمح، ده انت المعلم اللي محدش يقدر يرفع عينه فيك. وانا الصراحه طول عمري بحلم اتجوز راجل الكبير كده قبل الصغير يشوفه يهر على نفسه. كفايه اني جنبك يا اخويا، اي حاجه تانيه ملهاش عندي قيمه. مالك؟ عاوز بذرة، أنا عاوز بذرة، هاتولي بذرة. الساعة بقت 12 و5. يلا يلا يا ليلى. خلاص يا أخويا ما أنا جاية أهو. تقعدي طول الليل تتزوقي يلا. في إيه يا أخويا مالك؟ لا أنا كويس، أنا جمل. بركتي يا جمل.